حلوه وتشرق لمين لمين اه لمين شمسك يا الدنيا من بعدك لمين لمين اه لمين الزهر فيه. تحيه لروح الموسيقار ملحم بركات اللي تيتم الفن اللبناني من بعده، هو اللي ضل حتى النفس الأخير حامل راية لبنان والأغنية اللبنانية بالعالم. ألف تحية إلى روحه، إلى جرأته، إلى صوته، إلى فنه يلي ما بيموت. وبحلقتنا من تلستار الليلة، ملحم بركات راح وخلصت الحكاية، وإلى نزار فرانسيس يا هيك بيكون الوفا يا بلا. راح المجد لبنان عداف ورفع، راح اللي كان بحب الله مكتفي، راح اللي كان السهل يحنيله سمع صارت وراءه فوق نعشه. هل بيجوز اللي صار مع ملحم جونيور؟ وسجعنا قزة يا عيب الشوم. أنا متأثر كمان من الجنازة، ما فينا نحكي سياسي ونبكي بذات الوقت. ماجدة رومي من عزا أمها لعزا ملحم بركات، ما بقى في دمعة بعيونه. العمر الحلو يلي عشناه، عشناه يا ماما حلو فيكي ومعك. معين شريف صاحب الأغنية الرسمية للرئيس سعد المجرد متهم باغتصاب صبية فرنسية، وهيدا مش معلم منه منتعلم. هيفا وهبي بتشد وبتقد وبتبرق حقلها بالوثائق. اسم ربيع الخولي يعود إلى الضوء، وتوني الخولي يترك الرهبنة. قمر ما عاد بدها جمال مروان بي لابنها. واخيرا حسن الرداد وامي سمير غانم رح يتجوزوا. بيت سيء السمعه من بطوله ميريام فارس ومايا دياب، وخادمه القصر من بطوله نانسي واحلام. هناك فتاتين تعيشين في بيت وجعل من هذا البيت مكانا لممارسه الدعاره. الفتاه الاولى كان اسمها مايا. طليقه عمرو دياب بعدها بتحبه، والكشف عن وجه زوجة وائل كفوري للمرة الأولى، وضيفتنا الصحفية هنادي عيسى اللي بتكشف عن سبب تحيزها لنجوى كرم. جماعة فكروا بعقلكم، فكروا بثقافة أكثر من هيك، وبعدين لما واحد بينتقد فنان بده إياه يتحسن. أنا لا. واهتز عرش الموهبة ملحم وقع، قومي يا ألحان ومن بعد منه وقفي. الموت يمكن بالجسد يقدر عليك، لكن صعب عن عرش الفن ينزلك. بهالكلمات رثى الشاعر نزار فرانسيس صديق عمره ملحم بركات، اللي مبارح كان صوته عم يهدر مثل الرعد، واليوم راح ملحم واختنق الصوت وخلصت الحكاية. مؤسف جدا اللي نقلوا شاشة الجديد، واللي بيسجل وقائع اشكال بسيط وقع بين ملحم الجونيور من جهة واحدة، ومن جهة تانية حدا من اخواته، بعد محاولة لتجاهله بمراسم العزاء، حتى انه بالجناز لوحظ وجوده باخر المقعد الى جانب امه مي حريري، الزوجة طبعا السابقة للراحل. وبينه وبين زوج اخته كان واقف الشاعر ميشيل جحا، اللي كان لازم يزيح ويترك المكان شاغر لابن الفقيد الكبير. مؤسف اللي صار، ولو كان ملحم بركات بعده عايش ما كان رح يقبل ابدا بهالإساءة لابنه الصغير، وهو اللي رفض دايما التفرقة بين اولاده وحاول جمعهم مع بعضهم حتى النفس الاخير. وبالنهاية ورغم كل اللي صار ما حدا بيقدر يغير واقع انه ملحم الجونيور هو ابن ملحم بركات وحامل اسمه كل العمر. وكان بقى اسم ملحم بركات تريندينج طيلة الأسبوع الماضي، وقيلت فيه أجمل كلمات الرثاء، واخترنا بعض التغريدات لبعض النجوم، ومنهم جوليا بطرس اللي كتبت وقالت: ما كنت أعرف الموسيقار ملحم بركات شخصيا، ولكني حزنت كتير على خسارته وبحصد مين غنى له، ويمكن غني له أغنية من ألحانه يوما ما.
وردة الخال قالت كل غنية منسمعها بتقول هيدا أحلى، تسمع غيرها بتقول لا هيدا أحلى، هيدا ملحن بركات بحر. ديما أند لفت كتبت آخر حفلة يا شباب، تحرق القلب هالجملة الله معك. مروان خوري كتب ملحن بركات ضلك غني غني وغني. جورج وصوف كتب رحم الله الموسيقار الكبير الفنان الأستاذ ملحم بركات، ورحمنا نحن بغياب أمثاله. أما الرثاء المؤثر واللي بيجي بالمرتبة الثانية بعد القصيدة اللي ألقاها نزار فرانسيس أمام نعشه، فهي للسيدة ماجدة الرومي اللي بكت الأسبوع الماضي مرتين، مرة على والدتها ومرة على ملحم بركات. فعن ملحم بركات كتبت ماجدة الرومي وقالت مبارح من عزا أمي للعزا فيك، ومن دير الأرقف كفرشيمة لكنيسة مار بطرس وبولس كفرشيمة، قطعت المسافة بضيعتنا الصغيرة، وأنا قلبي عم ينعصر من الأسى، وأنا عم بسمع صوتك طالع من كل شارع وكل حي، وصوتك نفسه نفسه يا ملحم يلي فرحني العمر كله، مبارح نفسه نفسه ما ترك بعيني دمعة وحدة ابكيها، وهي نفسها نفسها شوارع كفرشيمة يا ملحم يلي تمشينا عليها بضيعتنا صغار، وزهرت لنا صغار وضحكت لنا صغار، وهديتنا كل ربيع وكل أمل، هي نفسها نفسها مبارح شفتها خريف حزين مستعد يرمي كل وراقه ويبكي معنا ويكتب معنا على صفحة تشرين الأول 2016 كله رايح وجه الله وحده اللي باقي. أما عن والدتها فخلينا نشوف سوا مقتطفات من الجملة المؤثرة اللي بكت الكل بيوم مواضيع. العمر الحلو يلي عشناه، عشناه يا ماما حلو فيكي ومعك، والباب الحلو يلي ربينا فيه كان حلو لأنه كان صورة عن قلبك الحلو، وقلبك كل يوم بعمر ما كان جننا الحلو العمر، شوفي أحلى من قلبي بجنة السماء، لا تتركينا وتروحي يا حبيبتي، في كمال الحب، وكمال الحب بليق فيكي، بليق فيكي توجه ربنا بأفراحه، انتي يلي هالأب حبيتينا، وهيدا الشيء الوحيد 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 يلي بعزينا برحلة اليوم. ومع اني طول عمرك ما بتحبي حدا يلمسك ايديك، اسمحي لي استثنائيا لليوم، اسمحي لي لتحكي اللي كنتيها بعمرنا كل يوم، هاي التحكي اللي وسعت احلامنا وامالنا وايامنا السعيده وذكرياتنا اللي ما بتتسع حلوه محفوره بالقلب مثل شرايينه واللي انت سببه. وإلى وزير العمل سجعان أسزي، عن جد تفوق على نفسه لما أبدأ انزعاجه عن مقاطعته بكلامه خلال استضافته عبر شاشة الجديد، فقال كلمات هيك ما بتليق فيه كوزير وكإنسان، يعني إنه معليه مسيو سجعان مفترض فيك تحترم رهبة الموت وحرمة الموت. الوزير اللي انزعج من مقاطعته لنقل وقائع دفن الموسيقار وقال بطريقة كتير بشعة إنه يا بدنا نحكي عن البرنامج يا بدنا نبكي. حضرتك عم تحكي انه بس كنا نعرف بدنا نحكي بالبرنامج او بدنا لا مش بالاخر كمان حدث يعني ما انا متاثر غلط. كمان من الجناز يعني ما فينا نحكي سياسي ونبكي بذات الوقت بالاخر كمان يعني ما بعرف شو كان صاير معك مسيو سجعان غريب. الكل اصدروا اغنيات للرئيس لكن الجنرال اختار معين شريف. هل اختصب سعد المجرد الصبية الفرنسية وهل رح يسجن ل 15 سنة؟ هيفا وهبي لما بتفوت الحقيقة من الباب بتهرب الشائعة من الشباك. بريك صغير ونرجع من بعدها لحلقتنا لليلة من تلستا.
منكمل معكم مشاهدينا حلقتنا لليلة من تلستار، وأنا ما صحلي بعد بركلكم بوصول العماد ميشيل عون إلى كرسي الرئاسة الجمهورية اللبنانية. ألف مبروك لكل اللبنانية، وإن شاء الله عهده هيك بيكون عهد خير. بمناسبة هالشيء تسابق النجوم إلى إهداء الأغنيات، ورغم أنه الأغنية الرسمية اختار الرئيس الجديد لا تكون بصوت معين شريف وكارول عون، ومن كتابة هالأغنية نزار فرانسيس وألحان سمير سفير، إلا أنه المحبين كتار والكل مبسوط بالرئيس وبده يغني له، من زين العمر إلى عمرو زيان إلى سمير سفير، نادر خوري وحتى توفيق تنوري. لكن معين شريف هو الصوت اللي اختاره فخامة الرئيس ليغني له. رح نبقى هون مهما العالم قالوا، وما منترك عون وما منرضى بداله. الله جاي من الله يا لبنان الغالي، نسبك طالع يتجلى او يلمع بالعلالي. عونك جاي من الله يا لبنان الغالي، نسبك طالع يتجلى او يلمع بالعلالي. الى سعد المجرد، شو عم تعمل بحالك يا معلم؟ هل منقول انه سعد بريء حتى تثبت التهمة عليه، او منقول سعد مجرم؟ وهل صدفة انه يتم اتهامه بالسنة الواحدة مرتين بمحاولة اغتصاب؟ فهيدي المرة الثانية اللي بيتم فيها توجيه تهمة الاغتصاب للنجم المغربي سعد المجرد خلال سنة واحدة. المرة الاولى كانت بالولايات المتحدة الامريكية عام 2010، والمرة الثانية كانت الاسبوع الماضي باوتيل الماريوت بالشانزليزيه، لما نجحت صبية بالعشرين من عمرها بالهرب من غرفة سعد والتوجه الى الاستقبال وطلب مساعدتهم وتوجيه تهمة الاغتصاب له. وحسب جريدة لوموند الفرنسية، حضرت الشرطة واوقفت سعد المجرد اللي تبين بانه كان تحت تأثير الكحول والكوكايين، وما زال قيد التوقيف حتى اللحظة، مع الإشارة أنه الصبية المشتكية ظهرت عليها أثار العنف بظل علامات استفهام حول وجودها أصلاً بغرفته. حتى اللحظة هيدي هي المعلومات اللي وصلت لنا عن القضية، وهيدي صورة المجرد لحظة توقيفه. وبحال تم إثبات التهمة عليه فممكن يواجه حكم بالسجن بيوصل ل 15 سنة. وبهالحالة ما بعود سعد المجرد لا معلم ولا ممكن منه نتعلم. للأسف هيدا سعد اللي عم بكسر الأرقام القياسية بنسبة مشاهدة كليباته على اليوتيوب، بنفس الوقت عم بدمر حاله بحاله بتصرفاته الطائشة، إلا إذا ثبت بأعجوبة بأنه بريء والتهمة ملفقة، وعند الكل وعندها سوري بيكون كل حادث له حديث. بس بدي أقول لكم شغلة، أنه نحن لهلأ لحد نهار تصوير هيدي الحلقة كانت الجلسة عم بتصير بهيدي الأثناء، يعني نحن بعد ما بنعرف شو رح يطلع نتيجة هالجلسة. أكيد بحلقة الجاي من تلستار بنعلمكم بالتفاصيل. تسمع اللي اختك انت معلم، وما تسمع اللي اختك انت معلم. هاي انت معلم واحنا عمينك متعلم معلم. ومنضلنا بباريس مع قضية هيفا وهبي اللي تفاعلت كتير الأسبوع الماضي. فعلى طريقة كيم كارداشيان اللي لفتت أنظار العالم مؤخرا بعد تعرضها للسرقة، كشفت النجمة هيفا وهبي عبر سناب شات عن تعرضها لمحاولة خطف بباريس خلال انتقالها من المطار والفندق. وكان برنامج إيتي بالعربي أعاد تقرير فينا نقول فيه كذب هيفا وهبي، وأكد من خلاله أنه ما في بلاغ لدى الشرطة بباريس باسم هيفا، يعني ما تعرضت لا للسرقة ولا لمحاولة خطف، أو يمكن تعرضت وما حدا دري غيرها بهالواقعة. فهل وقع أبغض الحلال، وهل أخطأ إيتي بالعربي وغلط غلطة كبيرة مع هيفا؟ هل معقول أنه هالحادثة ما لفتت نظر الصحافة الفرنسية، خاصة بما أنه الموضوع بيتعلق بنجمة بحجم هيفا وهبي بتتردد بشكل مستمر على باريس للنقاهة والعمل، وأحيانا لحضور أسابيع الموضة اللي بتصورها أهم محطات الفاشن، تماما مثل ما حدث مع أحلام وقت حادثة السرقة في الصيف الماضي واللي نشرته أكثر من صحيفة فرنسية. هالتقرير أفقد هيفا أعصابها ورصانتها، فكان رد قاسي كتير وطال البرنامج وإدارة الام بي سي بشكل عام. أهلين نادين، أنا هيفا. أنا بستغرب كيف وحدة بمكانتي كيكي وبأخليك بتلفن للناس لتقلهم شفت كذبة هيفا. كذبة هيفا اللي عم تحكي عنها اللي هي ما بتمنيها لعدو ولا لصديق، وإن شاء الله ما بتبرقي فيها يا نادين. بس أنا رح فرجيكي
حكيت عنك الزيبه الدوكيومنتس اللي معها اليوم واللي سلمتهم لواحد من الصحفيين، لانه انا ما حبيت سلمهم للام بي سي لانه طريقتهم السوقيه كانت بالتعامل معنا. وبعد ما اثبتت هيفا بالوثائق صحه تعرضها لمحاوله خطف، بعدها غردت وقالت لما بتفوت الحقيقه من الباب بتهرب الشائعه من الشباك. بيقدر المتحدث الرسمي باسم الام بي سي مازن حايك الى توضيح موقف المحطه، واكد انه اداره المحطه طبعا تحترم خصوصيه واستقلاليه فريق اعداد اي تي بالعربي، واللي ورد بالبرنامج ما بيمثل بالضروره وجهه نظر الام بي سي الرسميه، وبالتالي المحطه بتكن لهيفا وهبه كل تقدير واحترام، وهي مش بوارد الدخول بسجالات معها واقتضى التوضيح. وبدي اوضح شغله كمان، انه انا لما كنت موجوده مع رجا ورودولف بانترفيو عبر صوت الغد على الراديو، سمعنا فويس لهيفا كانت بعتته لرودولف، بعتت فويس اتهمت فيه بشكل كتير قاسي وجرحت كتير بالمسؤوله بالام بي سي نادين طبعا، وقالت انه واللي هي المشرفه على برنامج اي تي بالعربي، وقالت انه نادين شخص امبروفيشنال وكتير حقارتها فينا نقول بالكلام، لانه هيفا كانت كتير معصبه كيف بيتهموها بالكذب انه هي لفقت كل هيدا الموضوع وما في شيء منه حقيقه. على كل حال نحن بنتمنى السلامة لهيفا وهبة لنجمة قمر 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 من بلادنا. ارحموا الأب طوني الخولي ولا تغتابوه، قمر تفضح جمال أشرف مروان وتتخلى عن حقوق ابنها جيمي. وأخيرا توقف حسن الرداد عن النفي وتزوجه من أمي سمير هاني. هل بتقاضي مايا دياب وميريام فارس صفحة رمزي ستوريز؟ ثم اتصلت بالشرطة وأخبرتهم عن مايا وبيت الدعارة التي تديره. شو هو موقف وائل كفوري بعد تسريب صورته مع زوجته؟ بريك صغير ونرجع منكمل تلستار. نرجع معكم مشاهدينا، وبهالفقرة مثل العادة بتنضم لنا ريف ذا بروديوسر. مساء الخير. اليوم عندنا مواضيع منيحة منيحة يعني منيحة. بالفترة الأخيرة حكيوا كتير عن الأب طوني الخولي، صحيح، أو الفنان ربيع الخولي سابقا، ومن العناوين اللي كتبت ربيع الخولي هل يجرد من رتبته الدينية، الأب طوني الخولي يعيد ربيع الخولي إلى الذاكرة، شاهدوا ربيع الخولي عم بغني بعد اعتزاله 16 سنة، هل ترك ربيع الخولي الحياة الرهبانية المارونية؟ السبب بكل هالأخبار هو الفيديو اللي انتشر على فيسبوك واللي بيظهر فيه الأب طوني الخولي عم بغني أغنية سواح خلال تواجده بإحدى الحفلات بكندا. وهيدي المرة الأولى اللي منرجع منشوف فيها ربيع الخولي كمغني من بعد ما كان ندر الأب طوني الخولي نفسه وصوته لله والكنيسة. أيتها الباتو إني أسلم ذاتي إلى رأفتك، أيتها البتول مريم إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. وبالوقت اللي بيعتكف فيه الأب طوني الخولي المتواجد حاليا بكندا عن التصريح بيكتفي بالصمت، صح. أطل رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم وأكد للصحفيين الفضوليين
بأنه الأب توني الخولي عنده رغبة بترك الرهبنة وهو بانتظار قرار الكنيسة بهذا الخصوص. أكيد أحياناً الصحافة لازم توقف شوي على الحياد وتتريس قبل ما تحكي بمواضيع حساسة هالقد، مثل موضوع الأب توني الخولي اللي لازم نحترم قراره أياً كان. فرحة وموقت ألف قصص وأخبار مش كتير مزبوطة، بنتي هي الغايب حجته معه، هو غايب ومش لازم نعاتبه بأفكارنا وتحليلاتنا وتخيلاتنا. وأنا هون بدي أضيف شغلة صغيرة كارين، أنه الأب توني الخولي أو الفنان ربيع الخولي اللي كان غايب صار له فترة عن السمع رجع امبارح أطلع على وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة مفاجئة، ولكن مش ليتحدث عن الإشكالية اللي هلأ مطروحة بالإعلام، ولكن ليهني رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بانتخابه كرئيس لجمهورية لبنان، وكتب له التعليق التالي: بعد انتشار فيديوهات عارية للفنانة عمر عبر الواتساب، اضطرت لأخيرة ترد ببيان صحافي اتهمت من خلاله بي ابنها جمال أشرف مروان بأنه هو المسؤول عن تسريب هالصور والفيديوهات من أرقام وهمية من تحلي صفتها للإساءة إلها. وقالت أمر أنه حالته النفسية هستيرية خصوصا بعد انفصاله عن زوجته جيلان. واستندت أمر بكلامها إلى المصحة النفسي بولاية ميامي الأمريكية حيث جمال مروان موجود بعد انفصاله عن زوجته وطبعا ترك لها حضانة الأولاد وحصوله على نصف ثروته كحقوقه مع أولاده. يعني صحيح. وأمر كانت حسمت ببيان الجدل القديم حول الهوية اللي بيحملها ابنها جيمي بظل عدم اعتراف بيو فيه، فأكدت الأخيرة أنها تخلت عن حربة مع جمال أشرف مروان لأثبات نسب ابنها، وهي سكرت القضية واستحصلت لابنها على جواز سفر أوروبي بيحترمه كإنسان وكائن موجود بغض النظر عن رغبة أو عدم رغبة بيو بالاعتراف. يعني قصة ما بعرف صار لها زمان عم تاخذ وتعطي بالاعلام وصارت بلا طعمه. يعني اليوم ما بعرف اذا اليوم في ولد بيناته ما بده يعترف فيه، بلاها الخبريه من الاساس. بس يعني ليه بهالصوره؟ تخيل وين كان جمال مروان وين صار. وبعد اكثر من سنتين من الانكار والنفي والتهرب من الاجابه واللي بدكم اياه، بيدخل الممثل المصري حسن الرداد القفص الذهبي مع امي سمير غانم ب 4 نوفمبر بعرس بيحضره عدد من الاعلاميين والفنانين من اصدقاء العروسين. ومع تمنياتنا للعروسين بالسعاده بنقول لحسن الرداد انه ما كان بدها كل هالتكتم، هلكنا وهو ينكر ويخبي. منيح اللي قرروا هو وامي سمير غانم يتزوجوا ويحلوا فزوره رمضان المستمره من كذا موسم واللي لليوم ما كانت تعرف تخلص. انه يعني بليز مع السوشيال ميديا ومع الانترنت ومع بعد شي حدا يخبي علاقه الا اذا بده يطلع 100%. اذا بده يظهر هو وياها تحت الاقليه بالانفاق. ايه بالانفاق يعني. بس عاده هيك انه بعدين انه كمان مبروك. يعني شو بعد ما اخترعوا على الانترنت نوع جديد من الفيديوهات اللي انتبهنا لها مؤخرا لوجودها على اليوتيوب تحت اسم رمسي ستوري، وبكل فيديو قصة جديدة. لتعرفوا عن شو عم بحكي خلينا نشوف هالفيديو الاول اللي بيحمل عنوان بيت سيء السمعة من بطولة ميريام فارس ومايا دياب. كان هناك فتاتين تعيشين في بيت وجعل من هذا البيت مكانا لممارسة الدعارة. الفتاة الأولى كان اسمها مايا وهي صاحبة المنزل والتي كانت تأتي بالزبائن للبيت كل يوم وكانت تعشق عملها هذا. أما الفتاة الثانية والتي اسمها ميريام فكانت تكره حياتها هذه، وكم من مرة طلبت من مايا السماح لها بترك هذه المهنة السيئة، لكن مايا كانت ترفض لأن ميريام كانت مرغوبة عند الزبائن. وفي يوم من الأيام قررت ميريام الهرب من المنزل، فجمعت كل أغراضها وخرجت من البيت وذهبت إلى أحد الفنادق القريبة وقررت المكوث فيه، ثم اتصلت بالشرطة وأخبرتهم عن مايا وبيت الدعارة التي تديره. فانطلقت دورية شرطة مباحث الآداب نحو بيت مايا وألقي القبض عليها وهي متلبسة بالجرم المشهود. لكنه أطلق سراحها بعد يوم واحد فقط،
فعلمت مريم بالخبر وقررت الانتقام منها بنفسها. وفي صباح أحد الأيام وبينما مايا تخرج من بيتها، انطلقت سيارة مريم نحوها ودهستها، لتسقط مايا مرمية على الأرض وتموت فورا. أما مريم فهربت إلى مكان بعيد حيث لا أحد يعرفها ولا يعرف عن ماضيها. بالبداية ما فينا ننكر أنه هالفكرة حلوة وكتير مبتكرة، وفعلا كيف قادر صاحب الفكرة يخلق قصة مختلفة من مشاهد كذا كليب؟ بس أهم شيء بيقول بداية الفيديو أنه كل الأحداث الموجودة بهالفيديو من نسج الخيال وما إلها أي علاقة بالواقع. أكيد، لأنه بتخيل أنه لما كتب هالشيء بأول الفيديو أكيد كان عارف أنه راح يتم مقابلته يعني من مريم فارس ومايا دزاب. اللي ما بنعرفه إذا كانوا هن شافوا هالتركيبة أو شو رأيهم بالموضوع، يعني بعد ما عرفنا. على كل حال خلينا نكفي كارين مع فيديو تاني من نفس السيري وهو بعنوان خادمة القصر من بطولة أحلام ونانسي عجرم. في بلاد بعيدة وفي قصر بعيد كانت تعيش ملكة اسمها أحلام مع خدمها وحاشيتها. وفي يوم من الأيام وبينما أحلام تتمشى في أحد شوارع مملكتها، رأت فتاة متشردة فأشفقت عليها وقررت أن تشغلها كخادمة عندها. ففرحت الفتاة كثيرا، وبدأت الفتاة والتي اسمها نانسي بعملها كخادمة في القصر، حيث كانت تقوم بجميع الأعمال من طبخ وتنظيف وإلى ما ذلك. وبمرور الأيام بدأت نانسي تغار من الملكة، وصارت تحسدها على عيشتها ومجوهراتها والنعيم الذي هي فيه. وفي أحد الأيام وبعد أن خرجت الملكة في نزهة خارج القصر، دخلت نانسي غرفة الملكة وقامت تبحث في أغراضها حتى وجدت صندوق المجوهرات الخاص بها فأخذته وهربت من القصر. قررت نانسي أن تذهب إلى أحد المتاجر القريبة لكي تبيع المجوهرات التي سرقتها. صاحب المتجر أخبر نانسي أن المجوهرات مزيفة ومصنوعة من الفلص وثمنها لا يساوي أي شيء. وهكذا عادت نانسي لتصبح متشردة في الشوارع مثلما كانت، بلا مأكل ولا مأوى، وندمت على فعلتها، لكن الأوان قد فات. بغض النظر عن سيناريو القصة اللي عم يرويها رمسي، فأمر واحد واضح وهو أنه فيديو كليبات النجوم والنجمات مادة دسمة لخيالات أي شخص بحب يشوف أبعد من الصورة. صحيح، يعني مش بالصدفة أحلام بتحب الفخفخة بكليباتها، الأمر اللي بأكد قديه هي عاشقة لحب الظهور والشو أوف. وبعيدا عن رمسي ستوريز واللي بعد ما تخطت شهرتها اليوتيوب وكم 100,000 مشاهدة، مننتقل إلى طليقة عمرو دياب شيرين رضا واللي ما منعرف شو حست للطل بعد كل هالسنين وتقول أنه بعدها بتحبه لعمرو دياب. أنا بالنسبة لي الحب ده لما بتحبي حد دايما بتحبيه، اختلاف الحب يعني انتوا وانتوا متجوزين بتحبيه بطريقة وبعد ما بتطلقوا بتحبيه بطريقة تانية، فالحب أنواع لأنه مش كله زي بعض. ومن عمرو دياب إلى زوجة وائل كفوري أنجيلا بشارة اللي وأخيرا ظهرت بصورة، مع أنه هالصورة يعني ما حد يتلبى برضا وائل ولا برضا مرته، بل تم تسريبها وانتشرت لتكشف للمرة الأولى عن هوية هالمرأة اللي قبلت تبقى بعيدة عن الضوء، وهي المتزوجة من نجم بيجذب إلى الضوء، يعني ما في ضوء ما بينجذب عليه أصلا مزبوط. وائل كفوري، بس أنا هون عندي تعليق كتير صغير على هذه الحكاية. أول شغلة، نحن بالقرن الـ 21 ولا أنا غلطانة؟ بعتقد الفكرة الأساسية بس حسب أي بلد عم تحكي هيدي، يعني هيدي نظرية الأدغال كتير خفت هيدا الأيام. يعني أول شيء اليوم وائل كفوري أكيد هيدي الصبية اللي التقى فيها وتزوجها اللي هي اليوم أنجيلا بشارة مش جاية من أدغال، التقى فيها بمحل بالمجتمع، يعني كانت ظاهرة من شافة. فأنا بفتكر، وهيدي البنت كمان يعني بفتكر أكيد عندها رأي وعندها حياة وعندها شكل وعندها وجه وعندها صورة. من وقت ما تزوج وائل كفوري
ما حضرنا صور عرسه، صار عنده بنت ما بنعرف من هي، فأكيد هذا القرار متاخد برضا طرفين. أكيد. اليوم ما في شيء بالإكراه بيصير بين ولا أي كابل بالحياة، وهذا الواضح اللي كلنا كتير بنعرفه واللي كتير معلوم إنه هذه العلاقة مرقت بمطبات بفترة من الفترات، وكان عنده بنت واحدة رجعت مشيت على زيحة الطبيعي وصار في من وراها بنت تانية، بس يعني مولود تانية صار عنده بنتين وائل كفوري. بس اليوم يمكن هدول العالم أكيد متفقين على صيغة معينة لأنه صاروا هيك متلحقينهم، يعني بين طرف شعره عطيت واحدة من دينتها ما حبت تحط وجهه كله، يلي عم بيصوروا لوائل كفوري إنه هذا عن جد نازل من الجرد وهلا جاي هيك عم يخنق مرا وعم يحبسها وعم بحسسونه هي بتظهر على الاعلام وفي حدا ما عم بخليها. بس هيك ريف يمكن العكس، يمكن هي اللي ما بدها تطلع 100%. يمكن هو عم بيقول لها بلا طلعي وهي لما بدها تطلع. واليوم على فكره في شغله صغيره، اليوم نحن هيك بنجي بننظر وبنتفلسف، بس اليوم عن جد وائل كفوري اول شيء فنان كثير معروف كثير مشهور، اغانيه كثير حلوه، شكله كثير حلو، اليوم انه ايه اكيد كثير عنده معجبات، اكيد كثير عنده فانز. اليوم نحن الوحده اذا هيك الوحده هيك بتحس بوحده قاطعه عم تعمل حركه غلط، تجي هيك 100 فكره براسها مش كثير مهضومة. اليوم حدا مثل هذا تقولي لي انه هذا الشخص انجيلا بشاره هي ملاك، ما بتتاثر ما بتحس ما بتغار اكيد اكيد، ما بتقرا ما بتسمع اكيد، يعني في مشاعر يمكن تخليها تتاذى من علاقه ما، يعني اكيد، ويمكن هذا سبب المشاكل ما بنعرف بالنهايه شو في بيناتهم. بس انا اللي بعرفه انه وائل حب يوجه رساله كثير واضحه بمس لبنان، واذا بدك نزلت باراشوتي ما لها علاقه بالحديث، حب يقول انه بوجه تحيه لعائلته الصغيره اللي ما قدرت تكون موجوده بسبب البيبي. صحيح. هلا وائل حياتي منه حجه بسبب البيبي، في نانيز في مامي في جده في بابي بنعرفها، بس يمكن هي كمان ما كانت تحب تكون موجوده بحفل رسمي ويصوروها. هيدي اشاره او كانت بمعنى رساله انه انا عائلتي بعدها موجوده. مزبوط. وانا بحميها بطريقتي وانا بصورها بالطريقه اللي انا بلاقيها مناسبه. فكمان هيدي قصه وقت كل واحد حاطط هيك واحد عم بنقر على الثاني، برمت وشافت وطلعت، يعني اليوم في كثير هيك عم يستهلكوا اشياء بالاعلام عم بتزيد شوي عن حدها. هلا على طول لما بتكون مخبى بتكون بحبوا الناس يعرفوا عنك. بالنهايه هيدا وائل وزوجته هن حرين يعملوا اللي بدهم اياه بحياتهم الشخصيه، ولا يخليهم لبعض ولا يخليهم. بعيدا عن كل الهم والغم والحزن وهذه الحلقه اللي كان فيها شويه يعني بين عزا ملحم بركات للمشاكل اللي مرقنا فيها، خلينا نشوف الكليب الجديد للفنان سعد رمضان اللي نزله من كم يوم على الاسواق. عجباني بكل ما فيها بالزاف نبغيها، إذن ربي خليه ربي خليه، الجنة هي الجنة الحب وما نتمنى واللي نقلب عليه اللي نقلب عليه، عجباني بكل ما فيها بالزاف نبغيها، إذن ربي خليه ربي خليه، الجنة هي الجنة الحب وما نتمنى واللي نقلب عليه نقلب عليه، وعرف ده قلبي وروحي، وعرف دواء كل جروحي، وعرف ده قلبي وروحي، وعرف دواء كل جروحي، نقلب عليه. يا سلام يا ليل على هذا الزين، ما نصبر لا لا ولا نقدر نعيش من دونه، بغيتو انا يا من غلبي واللي هو حبي سحرني بعيونه سحرني بعيونه، على هذا الزين ما نصبر لا لا ولا نقدر نعيش من دونه عيش من دونه، بغيتو انا من غلبي واللي هو حبي سحرني بعيونه سحرني بعيونه، وعرف ده قلبي وعرف
تحس بيا غيتك انا ليا تكوني ليا وديالي نحما قالك والله ما بغيت غيرك بالله كمل معاك حياتي حلو صح نتمنى له كل التوفيق ومين الفنزات العنزات اللي حكيت عنهم هنادي عيسى ما بعرف يمكن نحن فتنا مدارس تعلمنا جمعات وتثقفنا هالجيل الجديد عم بحسه الهول 16 17 كانه ما فاتين على مدارس ولا على جمعات ومين هن أسوأ من المشهد الفني اليوم بريك صغير وبنرجع بنكمل سوا تلستا نرجع معكم مشاهدينا للقسم الأخير من حلقتنا لليلة من تيليستار وبهالقسم بيسعدني نستضيف باستوديو تيليستار الصحفية الجريئة هنادي عيسى اللي ما بتخاف أبداً تقول رأيها مساء الخير هنادي مساء النور مساء الخير للمشاهدين هنادي اللي بتابع تغريداتك بحس أنه يا أنت شخص هيك سلبي أو عنده غضب ما أو ما بعرف أو أنت مصرة على الانتقاد على طول مني سلبية بالعكس بس لأني يمكن أبين غير لأنه بقول الحقيقة اللي من وجهة نظري ما في حدا بيشوف الحقيقة كاملة صح فأنا بشوفها من وجهة نظري وبشوف أنه لازم أقولها لو شو ما كان لو شو ما كلفنا هذا لأنه ما بسير ماني مضطرة سير بشغلي وخصوصا بالأمور الفنية لأنه أنا دراستي فنية أنا ما أنا دارسة صحافة أوكي. أنا دارسة إخراج وتمثيل مع دبلوم دراسات عليا يعني لما بكتب رأيي بأمور فنية عم بكتبها رأي علمي لا بهمني رأي فلان ولا بهمني رأي علتين بالعكس لما في أشياء كتير حلوة أنا يعني هلأ بقول لك بسياق الحديث من أول حلقة يمكن مسلسل بعرف أنه رح ينجح وهيك بيصير او من اول سمعية لغنية بسمعها وبعرف انه حلوة ورح تصير طب بما انه عم نحكي عن مسلسلات امير الليل كتب عنه بالنهار انه امير الظلمات يمكن اذا امير الفشل ومثل القمر مثل الزفت جوزفته كتبها بالنهار بتوافقي الرأي واكثر من هيك كمان يا لطيف قولي لي ليك المشكلة مش بس بامير الليل او مثل القمر المشكلة عندنا بصناعة الدراما اللبنانية ما عندنا صناعة يعني ما في عندنا مخرجين بتعديهم كم واحد على الايد ما في عندنا كتاب سيناريو كمان بيطلعوا اثنين ثلاثة ممثلين محترفين يمكن في ديكالاج بين الجيل القديم والجيل اللي هلا الجيل القديم اوكي صار متمرس بيعرف بهالمهنة الجيل الجديد عم بجربوا كل شيء في عارضات ازياء وملكات جمال وعارضي ازياء فما عندنا هالصناعة بعد بدنا كتير اوكي بيروحوا بيجيبوا نجم انا بحترمه وبقدره لرامي عياش بس رامي كان بده مخرج يديره مزبوط شو النقطه شو الحبكه او شو الموضوع الضعيف بامير الليل شو نقاط الضعف هيدا السؤال شو نقاط الضعف اول شيء حسب اعتقادي انه ما كان في مخرج محترف كامش العمل اساس أوكي. اي عمل ناجح هو مخرج اذا انت حاسه العمل فالت فالت كتير مش شوي يعني للممثلين النص اوكي القصه حلوه بس انا ما بعتبرها جديده انه بكتير افلام مصريه شفناها واحد بتموت مرته بيتجوز اختها يعني منا شيء جديد اخراجيا عم نشوف كتير في فور اكور ليه لانه كانوا يصوروا فترة مزبوط. يوقفوا ويرجعوا يكملوا فبتشوفي برا تلج برجعوا في بعد تاني مشهد بيظهروا ما في تلج طيب رامي شو مشكلته بالعمل رامي في عنده نواة ممثل بس كان بده حدا يعرف يديره حركات وشه عيونه مش هالقد يعني نظرات الغضب شي نظرات الفرح شي نظرات الحب شي هيدول ما في تمييز وهن يمكن خايفين يتعاطوا معه انه هو كبوب ستار حسيت انه رامي عم بيمثل وكانه عم يحضر حاله بنفس الوقت خايف ليك مع العلم عنده تجربه فيلم السينما اصعب من التلفزيون يعني عنده تجربه فيلم بس كانه خايف وانه انا بعتقد لا زادته ولا نقصته داليدا خليل
داليدا بدها كتير شغل، معلش تسمح لي داليدا بدها ما زبطة. ما حسيت يا زبطة بمشاهد، يعني بمشاهد كان لازم نبكي فقعنا ضحك، مثلا هي لما ماتت اختها وبالدم انه بدل ما نتأثر وهي ضحكنا. مثل القمر، ليش مثل الزفت؟ مثل هلا هو قايل مثل الزفت، بس انه ما في ممثلين ابدا. هلا جابوا كم حدا كبار، استاذ جورج شلهوب وهول الكبار ما فينا نحكي عليهم. نص كوارثه، ما في شيء. يعني اذا انا بقول لك مثلا من اول جزء كانت حبله قمر، اوكي كانت حبله، وبعدين جينا بالجزء الثاني بنت عمرها 3-4 اشهر، يعني كل المسافه يمكن شي سنه وشوي. طب معقول واحد يشوف مرته بس غيرت ثيابها ما يعرفها من سنه وشوي هي وحبله؟ يعني في كمان ما في مخرج، يعني كمان ما في مخرج. طب كنت ببداية الحديث عم بتقولي أنا ما بسير حدا على حساب شغلي، بس منحسك هيك متحيزة شوي لنجوى، دفعت عنا أنه ليش ما كانت بدفن ملحم بركات، الكل سأل أنه وين نجوى. أصلا على سيرة الدفن، كتار من النجوم ما كانوا موجودين بدفن ملحم بركات، في نجوم كتيرة، يعني أنا انصدمت. يعني وين نانسي؟ وين إليسا؟ ليش بيجوا بس على نجوى كرم مثلا؟ يعني أنا بقدر ست ماجدة أنه أمها كانت ومتوفية ونزلت، بس عدنا شفنا نجوى كرم بالعزاء فوق بكفاشيما ومع فارس كرم. يعني في كتير. أنت حسيت أنه دفن ملحم بركات كان about selfies وتصوير؟ هلا ليك انا احكي، انا ما رحت حتى ما انا سوري، يعني اسمحوا لي، انا دفن ما بحب روح شوف، بروح بعزه بس ما بحب روح شوف دفن. اوكي. ف ايه في ناس بتروح تستعرض، هلا في نجوم، انا قالوا لي اصحاب الصحفيين في نجوم يجوا الفانس بدهم يتصوروا معهم، ما فيهم يقولوا لهم لا. اوكي. ما بيقدروا يقولوا لهم لا. هي موضه انه بس نروح على العزا نتصور وبنعمل، انا يعني ما بفهم هذا الشيء. خبرك سر وما حقول مين، في فنان اجى عند صحافي قال له انتم عم تغطوا؟ قال له ايه. قال له بليز انتم بعد ما عملتوا معي مقابله ما حقول مين. يعني الهدف انه مبين انت رايح تعزي، وهيدي معلش اسمحوا لي اللونات السوداء ليه؟ الا انه كرمال الصوره شو بك، ما بجوز يعني انه رايحين تعزوا انتم. طيب قلت فانزات يا محلى العنزات، صح؟ وكان مستعملها احمد ماضي هي كمان العنزات، كمان جمال فياض قبل اي عن فانزات اليسا وقتها عنزات. ليش؟ لانه ما بعرف، يمكن نحن فتنا مدارس تعلمنا جمعات وتثقفنا. هالجيل الجديد عم بحسه الهول 16-17 كانه ما فاتين على مدارس ولا على جامعات، اي كلمه شتايم اي كلمه مسبات كانه مخبيين ورا التليفون او ورا الايباد وبيطلقوها مسبات. اذا انت اصحاب انت وفنان، يمكن هن بيعرفوا انك اصحاب انت وفنان، بس انت راي مش منيح بيفلت عليك بطريقه. ففعلا انه مثل العنزات، يعني كيف بيقولوا عنا نحن شعب غنم، انه كانه جارينهم يا جماعة فكروا بعقلكم، فكروا بثقافة أكثر من هيك. وبعدين لما واحد بينتقد فنان بده إياه يتحسن. أنا لأني يعني صحيح درست، بس لا بغني ولا بمثل ولا بأخرج، فما عندي أي هدف إلا بحس إنه التصويب. وبعد 18 سنة صحافة كارين، ما فيك تجي تقولي والله أنت صار أي فن يطلع يعمل حاله صحافي على الإنترنت. مزبوط. يعني مزبوط. فما فينا نتقارن مع هول، أنه أنا بشوف ناس على تويتر كل نهار فلان أنت القصة وأنت الملك وأنت الأميرة يا جماعة هولي ما بدي أقول لك شيء، هن مجرد أنه يكونوا بهيدا الأسلوب هيك على العميانة وشايفينه للفنان ومش مصدقين. أنا ما بعتبر أنه في شيء طبيعي بالرأس، يعني أنه في حب فنان بس أنه أسجد له بعد شوية ربي تسمحني للفنان، يعني في شيء مش طبيعي، صح؟ كتبت كمان أنه ليلى عبد اللطيف لازم تقعد ببيتها وتبطل توقعات. مزبوط. ما اختلفنا أنه لازم تقعد ببيتها وتبطل، لكل اللي بيتوقعوا، لأن أنا ضدهم جدا. بس ليش ليلى عبد اللطيف؟ لأنه ما عرفت انه ميشيل عون رئيس جمهوريه. هلا مش بس يعني انا بشوف ماما من المتابعين ليلى عبد اللطيف، يعني انه دائما بتخانق انا وياها انه ماما انا بعرف من وين عم بتجيب اخبارها حاجه، بس انه كان اصرارها اخر شيء بين الجونين انه بالاخر جون عبيد، ونهار الاحد كانت تطلع ورجعت ال بي سي ما طلعتها لانه كانت مصره. فانا بعتقد الجهه السياسيه اللي كانت عم تعطيها اخطات معها ليلى عبد اللطيف. وبعتقد صارت، بعدنا عم نحكي عن السوشيال ميديا، يعني صارت هيدي قصه ديمودي. زمان كان ميشيل حايك وهولي ومايك فغالي ومدري شو كل هالاسماء، هلا خلص يعني انت بدك تجيبي خبريه من تحكي مع مين ما بدك وبتجيبي اخبار. هيفا وهبه نعم قالت انه جربوا يخطفوها
انت تهجمت شوي قلتي لها انه كيف قدرت تهربي منه، رجعت قلتي لها الحمد لله على السلامة. شو لكن انا الخبرية كلها ما فاتت براسي، بس انه واحد بيقدم لك ورقة بتقولي له برافو عليك، مع العلم ببرنامج تاني على محطة عربية تانية طلعوا فصلوا انه هاي الورقة لا تتحدث عن واحد قدم دعوة انه واحد بده يخطفه. هجمتهم على فكرة هنا كثير. شفنا هجمتهم، بس انه هيدا يعني هلا الحمد لله على السلامة اذا كانت مزبوط تعرضت للاختطاف، بس انه اللي بيروح على باريس بيعرف انه لما فنانة مشهورة ما بعتقد حتوقف، انا يعني عم بقلك حلل، ما بعتقد حتوقف تاكسي على الطريق وتطلع، او حدا الاوتيل بعت لها في اي بي تاكسي او هي بتاخذ في اي بي تاكسي. وبعدين انه بباريس يمكن تمشي ساعتين ما بتعرف حالك اذا حدا عم يخطفك او لا. كيف يعني كيف طلعت من السياره واسترجت تاخذ سياره تانية وتطلع على الشرطه؟ هون في انا بالموضوع انه انت خايفه من تاكسي، كيف تنزلي منه بترجع تطلع تاكسي تانية وبتروحي على الشرطه بتقدمي دعوه؟ تاني شغله انه ما بعرف اذا بيسمحوا بباريس انه واحد يقعد يستعمل سناب شات وهو قاعد بالشرطه، يعني هون اذا بتروحي على مخفر بلبنان بعتقد ما بيمنعوك تستعمل التليفون. فهون في شكوك، هي قدمت هاي الورقه، هاي الورقه صحيحه مش صحيحه؟ الحمد لله على سلامتها. طيب الهجوم اللي صار على مس لبنان، يعني انا بفهم انه ما يعجبك الجمال الانسان المخلوقه، بس انسانه لا بتعرفوها ولا بتعرفكم، يعني صح. انا شخصيا لا بتعرفوها ولا بتعرف، ما اذيتكم بشي بحياتها. طالبين منا وكان مستوى ذكائها واجوبتها كثير مرتبه وكثير حلوه، مع العلم انه اولاد صغار، انا برايي بس صبايا صغار وقدام الكاميرا ومعقول يخافوا ويتلبكوا، نحن لما كنا بعمره ما كنا نعرف الاصفر من الاخضر، يعني ما كثير العالم تتفلسف عليهم. ما بتحبت هي، بس هالهجوم بالشخصي بنعتى باسماء بشعه، ليش بتحسي السوشيال ميديا مليئة بالحقد يا شيخة؟ يعني ما في حدا بيقول لحدا برافو عليك، عملت منيح، طالع حلو، الله يوفقك. كتير العالم، يا أما اللبنانية هالقد مليانين حقد. مش بس اللبنانية كارين، إذا بتشوفي بالعرب يعني ما لي اسمحي لي، ليش ملحم بركات أو أي فنان توفى ديانته مسيحية كان الهجوم عليه لما تقولوا له الله يرحمه وفلته عليه بالعالم العربي؟ ليه ما اخدين هالسوشيال ميديا غطاء لنفسية مش حلوة؟ مش عم بفهم. انا ما هجمتها، بالعكس انا ولا حكيت، انا كان معي معلومات انه هي رح تطلع ملكة الجمال، هيدي كل هذا، بس عيب استعمال الشتايم عن جد. برجع بقول لك مثل ما قلت لك بالاول، كانه حدا مش مربى، يعني ما حدا فايت على مدارس ولا حدا فايت على جامعات ولا حدا تربية، بس بدهم يفشوا خلقهم بالمسبات بالكلام اللي ما له معنى. عيب عيب عيب، هاي السوشيال ميديا استعمالها غير ما نحن عم نستعملها، يسمحونا عن جد. اخر سؤال قبل ما اختم الحلقة، ملحم بركات الله يرحمه، بتحسي انه اجا ثاقبت وفاته قبل بنهارين من انتخاب الرئيس، اذا بدك اكل من 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 الوهج تبع وفاة موسيقار كبير مثل ملحم بركات بالاعلام عم نحكي، يعني اكثر حدا وقفوا دقيقه صمت قالوا له الله يرحمه، اكيد قدموا حلقات تريبيوت لملحم بركات، بس بتعتبري انه انصفوا الفنانين زملائه، انصفته الدوله، انصفوا الشعب لفنان عن جد عطى كتير 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 كتير. ما فينا نقول عنه، كنت انت معصبة كيف قالوا عنه اخر العمالقة، في سميرة توفيق، في فيروز، في فيروز اللي شويري اكيد، بس من العمالقة هاي، من أكيد. العمالقة بتعتبري انه انصفه؟ ليكي الله يرحمه، انا بعرفه منيح وعملي معه كذا مقابلة للأستاذ ملحم الله يرحمه، قبل عنده عتب على من زمان مش من هلا انه مش اخذ حقه، مع العلم هو يلا يعني كان عنده صوت بالسبعينات وكان صوته يرعد رعد على المسرح، يعني ما تعب صوته ما نشز هيدي، ويمكن رافقته يمكن تشوفي حظه، يعني ما بنعرف امتى بدنا نموت، ثاقب توقيته قبل، يمكن اخذت جنازته شوي حق لانه قبل بيوم بتاني يوم كان انتخاب رئيس الجمهوريه، هلا بعتقد يمكن اللي عم بيعزوا هن اهل الضيعه و واهلهم للبيت بركات. انصفوا الفنانين، انا بعتقد انه كان في حضور فني احسن من مطرح تاني، وحضور شعبي كتير كبير، يعني اذا انا قالوا لي برا
كان في حضور. هلا اللي عملوا للراحله صباح اللي نسقوا لها الموضوع يمكن عائلتها كانت عندها اكثر توسع، عملوا مسيرات وهذا، لكن بالنهايه انا برايي ما في حدا اخذ معه شيء لا الشهره ولا المال. اللي عملوا ملحم بركات او غيره تركينه هون وراحوا عند ربهم، وربهم هو الله أدرى. يرحمه الله يرحمه. نحن بنشكر وجودك معنا هنادي عيسى. Thank you. ان شاء الله بنشوفك بحلقات جديده. هيدي كانت حلقتنا لليله، وبنختم حلقتنا لليله مثل ما بلشناها على صوت الراحل ملحم بركات ومع اغنيه ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت اذا ما سقيته شوي شوي عسكت بيموت. الورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، بس قيته شوي شوي عالسكت بموت. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بموت. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا ما سقيته شوي شوي عالسكت بيموت. نيحة وتاركني عم دوق الغربة. غرامك بعدك بتخبي وتاركني عم دوق الغربة. عم موت قلبي قلبي تبقى مبسوط. غرامك بعدك بتخبي وتاركني عم دوق الغربة. غرامك بعدك بتخبي وتاركني عم دوق الغربة. عم موت تبقى مبسوط. مين حصل عليهم ما بعرف. ما في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا مصر